السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الفورماسيون ديال الارشيكاد. دونك في ليكزيتا نشوفوا لي بيسور اي با بريتي دو لين، سيتادير يعني لي زوبسيون ديال لين. دونك هنا لي زوبسيون اي بي سور لين. دونك هنا نحاولوا يعني باش ندخلوا لي زوبسيون ديال لين، تندخلوا المنيو اوبسيون اتريبي اليمون ستيل اي كولور، يعني في موديل تدخل لنا هاد لوبسيون هادي، تنحاولوا ناخذوا لي بيسور هنا تيكون هنايا l'épaisseur soit tu en millimètres soit tu en points soit définir la couleur de l'eau. Donc on va dessiner un modèle de ce genre. Après on va appliquer les épaisseurs, on va choisir la vue option vue écran épaisseur de ligne réelle. Vous avez un les caractéristiques les propriétés qui n'ont rien à les soit l'épaisseur soit donc les motifs ولا لي زاشور، بحال شكل لي زاشور لي زي لي كاركتيرستيك ديال لي. دونك هنا غنمشي لارشيكاد، نحاول نديسيني واحد لافورم لي راه هكدا. ناخد سيركل، ناخذ لين. باش نرجع سيس ناخذ كونترول، ناخذ واحد السيركل ناخذ في الميديو، ثبت لوبسيون سيركل، اوكي. نزيد واحد اللين باش يخرج لينا الشكل اللي ديفينيت في الكور. دابا غنمشي، دابا بعد ما ديسيني الديزاين ديالنا، دابا هنا لي زيبيسور هي نورمال هي زيرو بحال متيبانوش، غنمشي لأوبسيون أتريبي إليمون ستيل إي كولور في موديل. دونك هنا تنخليو أوتخ، هنا لي بيسور نقولي مثلا عطيني لي بيسور ديال 5 مليمتر، ولكن أبليكي ليا على نكليكي هنايا روتور أتريبي ستيل كولور، نقول يعطيني 5 الكولور مثلا معروف كليك. دونك هنا متيبانش، ندخل نمشي لفي اوبسيون في ايكرون وندير لين لين يعني ايبيسور دو لين غيال، تعطينا لي ايبيسور يعني غيال. دونك سي بون هنا تافيشي لي ايبيسور ديالي. سبوزون انا بغيت هنا بغيت نبدل في هذا، نبدل تحت ستيل. دونك هنا نقدر نبدل الشكل سي بون. هنا لي بيسور جا يعني جا كبير. ناخذ بحال هكا، بغيت نزيد واحد البيسور وحده، يعني واحد الموتيف واحد اخر سي بون. يعني في سويت واحد الخط عطيته واحد يعني واحد البيسور وعطيته واحد بروبريتي. وهاد القضية خدامة يعني ناخذ مثلا واحد اخر، دابا شوف بقى تيخرج لي بيسور هو نفسه. دونك الا جيت بغيت نبدل لي بيسور ديال هذا، نبدل الشكل ديالو. دونك الا بغيت نبدل دابا لي بيسور يتبدل لي في الفي كاملة، يعني في الديسان كامل، بس الا خديت لي يخرج لي بيسور. ولكن الا بغيت نشونجي كلشي من الاول، ندخل لاوبسيون اتريبي نرجع ستيل كولور موديل ونجي هنايا ونبدل ستيل. لا عطيتو مثلا غير جوج دو ميليم، لاحظوا معايا انه الشكل غيتبدل، دونك لي زيبيسور غيتبدلو. هادي هي الاوبسيون اللي بغينا نتعلمو في هاد ليكزارسيس هذا. دونك موعدنا ان شاء الله في ليكزارسيس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.